وداعاً جميل عواد. الفنان الأردني المعروف بعروبيته وقوميته عاش حياته مدافعاً عن قضية فلسطين ومقاوماً شرساً للتطبيع. الفنان المثقف جميل عواد قامة فنية استطاع أن يأسر قلوب المشاهدين بأدائه، إذ اشتهر بأدوار الحزم والشدة، وساهم عبر عقود في الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية محلياً وعربياً عبر سلسلة من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، مثل خلالها مخزوناً ثقافياً كبيراً. ولد الفنان جميل عواد عام 1937، درس هندسة الديكور وعمل رئيساً لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون. وصفوا لوحاته بأنها تحكي قصص النضال العربي، وحين التحاقه بالجيش صمم العديد من شعارات الوحدة العسكرية. له العديد من الأعمال التي ستبقى خالدة في أذهاننا: الكف والمخرز، مسلسل نمر بن عدوان، رعود المزن، التغريبة الفلسطينية، مسلسل أبناء الضياع، والعديد من الأعمال التي جسدت حياتنا وهمومنا وقضايانا. الحين كلكم تخليتوا عني، الحين صرت أنا المجرم وأنا الظالم بعد ما شبعتوا من زادي وانكسيتوا في بنتي. لولا أني كنت واقف لكم وحاميكم كنت أكلت بعضكم بعض قبل يجي غريب عليكم ويأكلكم. الحين نسيتوا؟ نسيتوا؟ الحين صرت أنا المخرز اللي مزع جلودكم ودم كفوفكم. زين، لولا أني كنت المخرز اللي مخوفكم كان طلع من بينكم أكثر من مخرز، وما ظل بينكم كف تقدر ترتفع ولا صوت يطلع ويقول لا لا. الفنان الأردني العربي الكبير جميل عواد صاحب الموقف العروبي، أصدق التعازي لأسرته ومحبيه. خلاص أنا ما عدت أقدر أتحمل، أنا تعبت. أنا الممثل جميل عواد ما عدت أقدر أتحمل غزوان صفوح الدواس أكثر من هيك. حملت وعرضت عليكم من كل جوانبه، واليوم بتركه قدامكم. حاكموه، قبل ما تحاكموه افهموه وحاولوا تنصفوه باللي إله واللي عليه. شذا فيصل لبرنامج مع الحدث.